وشوشة. انا حسيت التكريم كان الاول من الشارع المصري لان المسلسل كان بيتذاع على القناه دي ام سي وبيتذاع عندنا الاول في مصر، فكان اهتمامي الاول ان رد الفعل ايه، فكان رد الفعل يعني اكبر من توقعاتي. وبعدين ابتديت مع الاخبار الكتير وفي تأييد لما بتلاقي بقى الشارع مع الصحفيين مع زمايلك مع بتتهني كتير، ابتديت اعرف الترند ان احنا ترند على الجزائر وترند على المغرب وهي بلاد كبيره جدا جدا ومحبه جدا جدا للفن المصري وما عندهم فنانين بجد، فان بلد كبيره زي الجزائر وما عندهمش تكريمات على طول او عندهم كالتشر ثقافه ان على طول عندهم مهرجانات فعندهم تكريمات، لا دي مهرجانات قليله فتكريمات حقيقيه جدا. فانك تطلعي ترند وبعدين يجي لك من وزاره الثقافه الجزائريه جواب خطاب انك تكرمي، اكيد مش هقدر اوصف لك مدى سعادتي ايه. يعني سعاده ان انا تهت، يعني معقول يا ربي، يعني في سعاده كتير فمش عارفه استمتع يعني، فاهمه؟ فاتبسطت جدا جدا وحاجه تخوف يعني، على قد ان هي بتبسط قوي الفنان وانك تكرمي زي ما بقول لك بعد الشارع المصري ما قال كلمته ان بلاد كبيره ولسه في ان شاء الله تكريمات اخرى، دي حاجه تسعدني جدا جدا وتخوفني في نفس الوقت. يعني دايما في مسلسلات كده في حياتي علامات اول ما بتجيلي واروح خايفه منها اعتذر، فصناع العمل ان هم شايفين اكتر منك يفضلوا وراكي فانت برضو تعتذري، لا هم كمان يفضلوا وراكي فالمسلسلات دي تنجح. منهم دلع بنات رفضته تماما وعندي انترفيوهات وايلة كل الحاجات دي موجوده، برضه قيد عائلي كده. يعني اول ما جالي الدور اولا فرحت جدا الاول كشركه كبيره زي فنون مصر ان ممثل هيشتغل معاها لان من الشركات الكبيره اللي موجوده. مخرج كان جديد بالنسبه لي تامر حمزه، كنت هتعامل معاه لما كان مخرج منفذ في الاب الروحي وما اتفقناش في مواعيد فمعرفوش قوي ما اشتغلناش مع بعض حتى لما كان مخرج منفذ. وبعدين 45 ممثل من جميع الاجيال اولا تخوف، يعني انت بتكلمي عن نجوم الكبار الصف الاولاني وبعدين بتكلموا على الشباب وبعدين وجوه جديده وبعدين نجوم مش وجوه جديده، دول عاملين عمل وعملين بقوا نجوم في الشارع المصري. فاجيال كتير جدا جدا. وبعدين المسلسل في الاول والاخر لما اتفقك مع المنتج هو 45 حلقه، يعني احنا ما تفاجئناش هو 45 حلقه. لكن هم دايما عندهم ثقافه برضو فنون مصر ان هم زي الطوفان، لما عمل مسلسل الطوفان ان حتى الادوار ما يبقى حتى مسلسل يجيبوا كل الفنانين اللي بيحبوهم البيوت المصريه، فتلاقي الادوار طول الوقت انت هو مسلسل بس فيه نجوم كتير. كانت عجباني فكره الطوفان حتى وانا بتفرج، قلت قد ايه ان الممثل واسامي كلهم بسم الله ما شاء الله كبار ان هم راضين يعملوا عمل مع بعض، مفيش حاجه اسمها هو فلان او العمل ده بتاع حد يعني، فاهمه؟ او النجم الاوحد زي انت ما بتقولي. فاتبسطت بس لما اخدت الورق بقى ما انبسطتش خالص، يعني فنون مصر بقى كل الحاجات اللي قلت لك بسطتني جدا. وبعدين وانا بقرا بقى كده انا اصلا يعني حزينه عليها وانا اول واحده لسه بتكتشفها. فانا اولا بيبقى عندنا تريتمنت وبعدين حلقات قليله جاهزه. فلما قريت طبعا قلت لا 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 انا مش عايزه اعمل كده خالص، وعندي مسلسل لسه مخلصاه السر ما تزعش معظمه دراما. فعياط انا تعبت من العياط، وبعدين انا بعيط بجد حزينه قوي حتى لو فرحانه حزينه. فقلت يعني مش عايزه اعمل ده. وبعدين هي شخصيه بقالي انا فتره بعمل الشخصيه المغلوبه على امرها او البنت العاديه المصريه اللي مش متكلفه او مش متبهرجه في المكياج، فانا عايزه اعمل بقى العكس، بس مش لازم اعملها العكس برقاصه او تبقى سيئه السمعه، لا في بنات بتبقى مثلا عايزه اعمل شكلي ده. فرفضت تماما اول ما جالي الدور لان هي ست بتساعد مع جوزها في البيت فما ينفعش تبقى مركبه ضوافر، ما ينفعش تبقى حاطه رموش، ما ينفعش تبقى حاطه روج، في حاجات بس ممكن تبقى حلوه، ممكن تبقى رقيقه، ممكن تبقى لبس عادي. فرحت للمنتج استاذ ريمون قلت له لا انا مش هعمله، لا ده طبعا دي صعب وكده. فقال لي ليه؟ قلت له لا لا لا، وبعدين ازاي دي اصلا انها تبيع ابنها؟ يعني وبعدين عندي اربع عيال، عندي توأم اتنين في اتنين، لا انا اخاف. قال لي ليه؟ ده في حاجات بتحصل كده. قلت له لا 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 لا، والفكره لا واللي ما اقدرش ما اقدرش. قال لي ليه؟ قلت له بعدين مين الكابل اللي قدامي؟ قال لي محمد محمود عبد العزيز.
حما كان عامل كمان مسلسل اب الروحي بيتذاع في نفس الوقت ده، كان عامل نوح كان مفاجئني يعني، صرف النظر عن طبعا والده الاستاذ الكبير المرحوم استاذ محمود عبد العزيز، لكن في كتير قوي اولاد فنانين مش موهوبين، وفي اولاد فنانين موهوبين جدا، محمد منهم بس ما كانش متشاف قوي، كانت اول سلمه لسه نوح واحنا بنحضر للمسلسل. فعجبتني الفكره كده ومع التريتمنت بس مش قادره. وبعدين سافرت زي السنه دي، رحت كرمت في مسقط المراه العمانيه السنه في المراه العمانيه السنه اللي فاتت، كلمته برده من مسقط قلت له كنت استلمت عربون وكنت مضيت لاني اوريدي هشتغل مع الشركه، وبعدين لما سافرت قلت له لا انا هرجع حضرتك العربون انا مش هعمل دور. كان جالي مسلسل من دبي اقعد 40 يوم هناك دايركت، مسلسل سوريا على لبنان على دبي، كان بالنسبه لي الله فكره حلوه قوي انك هتتفسحي في دبي وهتشتغلي وتصوري وتاخدي فلوس كويسه، ده عندي احسن يعني. رفض فقال لي طب تنزلي بس برضو نقعد، فكان في يعني مرتين اعتذار لي، والثالثه بقى رحت واخده الفلوس والشيك يعني ورحت رايحه له. وكان تامر حمزه قاعد في شركة فنون مصر لو انت رحتيها في مكتب السينما عندهم، ودخلت الأستاذ ريمو قلت له لا لا أنا دي حزيني قوي، وبعدين دي كل حاجة ده كل مشهد حزينة كل ما فيش، فقال لي خلاص طب خشي بس هو عايز يقعد معك. فدخلت قعدت بكل ثقة جدا عندي، قلت له على فكرة عملت الدور ده كتير جدا، قال لي تمام، قلت له مش عايز أعمله تاني وعياط، وأنا بقى كمان عندي حاجات يعني كانت مشاكل دراما يعني مشاكل تانية موجودة على صفحات الوطن العربي فيها حزن فيها تأثر وفيها سبورت حلو جدا، فمش عايزة بقى تاني كده عايزة اطلع عكس حتى. فقال لي قلت له بقى لي كتير كمان بعمل الدور ده، فقال لي تما تيجي نرجعك للدور ده تاني، قال لي الناس لغاية دلوقتي ده لعبنات عاملة معاها مش ما تيجي ترجعي بشكل تاني. قلت له ازاي يعني؟ ابتدى ما بين المخرج اللي هو عنده وعي شديد وذكاء شديد انه يقدر يسحب الممثل قبل ما يركب حتى الدور يتكلم وفي لغه حوار ما بينه وبينه، فابتديت اركز معاه. قلت له انا زهقت من البواريك على فكره، لو اقول اي كلام بتلكك. قلت له انا كل دور بطلع احط باروكه وبطلع اوحش واحده، ويعني والباروكه بتبقى باينه، انت ليه السبع بنات الوحيد اللي كنت لابسه باروكه يعني عشان اوحش نفسي ابقى بنت وولد وعشان حتى تبقى مصدقه، بس مش قصدي ان اقول لابسه باروكه وبتطلع انها وحشه جدا. فقلت له انا مش هعمل كده، وبعدين اكتر واحده بتشتغل من غير مكياج بتحط مكياج قليل انا. فكان في حاله يعني حل الجدال هو طبعا بالوعي اللي عنده والذكاء اللي عنده خلاني اطلع بعد الكلام اللي بيني وبينه ان انا اطلع الاستاذ ريم اقول له خلاص اوكي هنصور. فكنا المفروض نصور بعد 3 ايام الكلام ده يعني، انا كنت بعتذر قبل 3 ايام يعني، تاني انا وزيزو كمان انا ومحمد يعني اعتذرنا قبل التصوير بالليل بقى من الخوف، لان هم دخلوا اول يوم تصوير بينا كانت مستشفى انا ومحمد الديكور حزن شديد. فوافقت وابتديت احضر للدور وابتديت بقى اقعد اشوف الشكل الخارجي هيبقى بتاعها عامل ازاي، وخلاص الاوردر تاني يوم الصبح وانا بقى بعتذر بالليل يعني يا جماعه بتلكك على اي حاجه، قال على فكره ما حدش كلمني مش عارف قال لي ايه، ما حدش قال لي مش كده. فهم بصراحه ليهم يعني ليهم عامل كبير جدا، ليهم فضل كبير جدا جدا جدا، اذا كان تامر حمزه او كان ريمون مقار كمنتج او كان محمد، مش بتكلم هنا كصفه انه منتج، انا ما اتعاملتش مع محمد خالص خالص انه منتج يعني، يمكن انا كان ليا كلمه شويه واحنا في الديكور لو مثلا مش كان بهزر طبعا، بس يعني هو كان يعني باعد عن الانتاج شويه وكان مركز بجد 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 في التمثيل، كان مركز قوي وكان في بينا كيمياء فظيعه انا وهو طول الوقت. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشك.